ومشاهدينا هسه وصلنا إلى فقرة الطبخ والأكل والوصفات الحلوة والطيبة والسهلة من إيد الشيف سولين، اللي اليوم رح تشوفنا ثلاث وصفات مختلفة للحم بعجين. يعني حسب ما عرفنا أنه حتى واحدة من الوصفات اللي حتسويها بالخضار يعني تفيد النباتيين. خلينا نصبح عليها، احنا دائما متعودين أنه الشيف سولين تكون موجودة داخل الاستوديو ويانا، ولكن اليوم احنا رح نروح وياها لمطبخها. يسعد صباح الشيف سولين. يسعد صباح الشيف، أهلا بيك. صباحكم خير وبركه، صباحكم اليوم لحم بعجين. اهلا بيك، اهلا بيك، نورتينا من داخل المطبخ مالتك طبعا. طيب شيف سولينا، احنا حابين بالبدايه نعرف اصله، بما انه صبحتي علينا بلحم بعجين، اصله يعود لاي بلد؟ هل هو هل ناس تقول ارمني، ناس تقول تركي، ناس تقول سوري، ناس تقول عراقي؟ هي الأصل، أصل اللحم بعجين إذا نحكي عن الأصل، هي أصلاً قوقاز، وهي من القوقاز أخذوها الأرمن، والأرمن بسبب الأوضاع السياسية اللي هم تعرضوا لها صاروا مدخلينها على شرق الأوسط، إلى سوريا، إلى لبنان، إلى العراق، إلى مصر، فكل جهة أخذوها لجهتهم، وحتى مصر سووها بطريقة ثانية ونقلوها إلى أكلة معينة ثانية تختلف عن اللحم بعجين الأصلي. ولا هي أصلاً من القوقاز وليست من الشرق الأوسط أصلاً. طبعا سولين، احنا اللحم العجين اللي يعني متعرفه يمنا خلينا نقول، او اللي احنا ناكلها هنا يعني نعرف بها لحم مثروم ويمكن بصل ناعم او طماطه ناعمه وكرفس وهيك شيء، هل هي نفسها الاصليه اللي يعني بالاصل هي كانت بهذه المكونات لو احنا غيرناها احنا همينا؟ لا طبعا تختلف. احنا اكو ناس مزودين عليها دبس رمان، اكو ناس ما يريدون يزودون عليها دبس رمان، اكو ناس ياكلوها ويا بصل وبقدونس. صحيح. اكو ناس ما يحبوها بهذه الطريقه، يحبون ياكلوها هيك ويا ياكلوها ويا عصاير، اكو ياكلوها ويا شاي، يعني صحيح. كل واحد حسب رغبته وحسب ثقافته، ويا ليمون ويا دبس الرمان ويا اي شيء. فعلا. نعم. حلو. طيب شيف اليوم احنا اليوم نسوي لنا ثلاث وصفات، واحده من عندها راح تكون نباتيه، اشرحي لنا عليهم اكثر وشنو الاشياء اللي راح تستخدميها. نعم. نعم. المكونات مال العجينه الاساسيه هي طحين، 4 أكواب من الطحين، وملعقتين خاشوكتين من الاكل، لبن، والمي حسب الرغبه، وطبعا خميره، وطبعا سكر، وقليلا من الملح. من تتعجن سوري ملعقه ايضا من الخل، خل الابيض حتى ينطيها مروه تكون طعمتها طيبه. ومن تتعجن كلها نقرصها نحطها بشي ونحط عليها زيت الزيتون، يعني زيت الزيتون بهذه الطريقه ما راح ندخلها جوال العجينه، راح نخلي العجينه مالتنا تشربها تماما 100%. فراح تطلع ويانا عجينه كلش حلوه. فاحنا شو راح نسوي؟ احنا راح طبعا جوا ايدينا كلش نظيفه، راح نفتحها بايدينا ويا زيت الزيتون، حاطين جوا ايدينا زيت زيتون همنا. طبعا شيف سولين، يمكن اكو هواي نساء يستصعبون يعني طريقه العجينه مالتها، يمكن المكونات هو خلينا نقول نثرم ونخبط شغلات، لكن العجينه كلش يستصعبوها، ليش برايك؟ شنو الاخطاء اللي ممكن يسووها؟ لانه احنا مدلعات، لانه احنا مدلعات، ليش اكو هسه عجانه واكو هاي السوالف كلها؟ يعني للاسف زمن قبل كانوا يعجنون بايديهم، كان الخير والبركه بالبيت، كان ريحه البيت كلها خير وبركه، بس نستصعب كل شيء نجيب من برا. فعلا. هي هاي الاساس الموضوع، والا انه انت شايفه جوا ايدي ماكو انا لا شوبك ولا اي شيء، انا اذا افتحها بايدي ورا ما افتحها بايدي اقدر انه اخليها بهذه الطريقه، واذا حبيت انه انا اقدمها بطريقه ثانيه راح اقدمها اقصقصها بالقطاعه مالتي اذا نعم. انا احب. نعم. بعدين اخليها بالصينيه. نعم. اذا راح نحكي عن الحشوات، عندي حشوه الدجاج، وعندي حشوه اللحمه، وعندي حشوه الخضروات. هي نعم. اساس الثلاثه هذني البقدونس والطماطه والبصل والفلفل الحلو الاحمر الحلو والثوم، وايضا نعم. ممكن اني اقدر اسوي بالفلفل الطازج. هاي بالنسبه لهذا الموضوع.
ونقدر انه نضيف عليه معجون طماطم، اذا ما نريد نضيف عليه معجون طماطم هم ما يصير. اذا ما نريد نضيف الفلفل الحامي الحار نفرمه فرم ناعما، نقدر انه نضيف احنا الفلفل الاسود العادي مالتنا. نعم طبعا هي مسويه مالت الدجاج. الدجاج هو عباره عن قطعتين من صدر الدجاج مقابل قطعه واحده من الليه، ليه الغنم. ليش ليه الغنم؟ حتى ينطيها طراوه. نعم اوكي. راح نخليها بهذه الطريقه على العجينه مالتنا مثل ما انتم شايفين. هي ما تاخذ وقت نهائيا ولا تستلزم اي فلسفه في التعامل. طيب شيف سولين، احنا دائما نعرف او سامعين انه اللحم بعجين، شلون احنا ممكن اليوم نخلي الدجاج همينه بهالاكله؟ مو بس دجاج، خضروات همينه. يعني احنا من الاسم ما مكتوب لحم بعجين، معروف يعني. هي حسب الرغبه، حسب الرغبه يا حبيبي. اكو ناس يحبون انه يسووها باللحمه، اكو ناس يسووها بالدجاج. صح اكيد. هي حسب الرغبه الشخص. اللي اتى امكانيه تريد تاكله ويا لحم، اللي ما تحب، اللي عندها حساسيه من اللحم، ترى اكو ناس عندهم حساسيه من اللحم فياكلوها ويا دجاج. بس اني ما يصير من اليوم اني مسويه ثلاث انواع من الحشوات، الدجاج واللحمة والخضروات. ما يصير بنفس الصينية أخليها بالفرن تكون الدجاج واللحم والخضروات، لأن الخضروات ما يأخذ وقت. نعم. طيب شيف سولين، بما أنك ذكرتي يعني الفرن، إحنا شقد نحتاج يعني شقد وقت تحتاج اللحم عجين أنه تفوت للفرن، وهم أنه شقد لازم تكون درجة الحرارة؟ كل واحد كل واحد حسب النوعية الفرن مالته، بس نعم. احنا لازم نكون محمين الفرن كل الزين من نعم. نخلي المعجنات مالتنا بيها اللحم بعجين مالتنا فيها. وبالنسبة للخضروات تكون بوحدها، يعني اليوم من أسوي أدخل هذا بالفرن، راح أدخله بالفرن برا ما تطلع، راح أخلي مال الخضروات لانه نعم. ما راح تحتاج وقت تستوي. نعم. طيب شيف سولين، احنا هنا يعني اذا خلينا بكم انواع مختلفه، ما راح هنا تفوت بقائمه خلينا نقول المعجنات والبيتزا؟ لانه احنا نعرف البيتزا اكو بالخضار بالدجاج باللحمه بهواي اصناف. اي نعم. هي لحظه، البيتزا شيء ثقافه واللحم نعم. بعجين ثقافه ثانيه تختلف. شنو الاختلاف؟ ممكن نعرف من ناحية العجينة؟ اللحم بعجين ممكن نجيبها نسويها سواري. من ناحية العجينة، من ناحية الشكل العام، اللحم بعجين ممكن انه يكون قطع صغار كلش او قطع كبار كلش، بينما البيتزا يعني متعودين حجمها تكون كبيرة. هسه نعم. عن جديد صاروا يتعلمون اي قاموا يسوون ميني بيتزا يعني باشكالها وباصناف او مناسبات او عيد ميلادات. صحيح. طيب شيف سولين، احنا ممكن بالضبط. نخلي هذه الصينيه بالفرن حتى نشوف النتيجه. ندخلها الفرن. نعم راح اذا ندخلها الفرن تنطيني بس مجال ثواني اخلي اللحمه هنا. نعم. واخلي هاي همينه دجاج. الفرن مثل ما قلت لكم حامي كلش وشغال من فوق ومن جوا. صحيح. وانت شايف ذكرتي انه احنا اذا بدنا نسوي لحم لحم بعجينه بالخضروات مو باللحم او بالدجاج، هنا أنا لازم نخليها وحدها لان ما نحتاج وقت هوايه حتى تستوي. صحيح صحيح. هسه راح اقدم لك الطبق اللي هو صار اوريدي، انا مجهزته على مود الوقت. نعم. بس البس الجلوفز اسمحي لي. بهذه الطريقه انا قبل ما يوصلون يمي انا كنت مجهزه هاي مالت اللحم. عاشت ايدك شيف. هنا صدق عاشت ايدك، شكلهم يشهون. انا مستعمله طحين كامل الحجم.
حبيبة قلبي. أنا طبعا مسوية اللي مستخدمتها أنا طحين كامل القمح، يعني لونه غامق. إنما إذا أنتم تسوون نفس هاي الوصفة مالتي اللي أنا مسويتها بطحين أبيض، مجرد راح يطلع لونه خفيف. نقدر انه نقدمها ويا دبس الرمان اذا نريد، اذا احنا نحب دبس الرمان خصوصا ويا اللحم، هذا اذا احنا نريد. او نقدر ناكلها ويا اللبن او البيكلز المخللات، نعم، او ترعوز حسب الرغبه مثل ما تحبوا. ولكن شيف يعني اللحم والدجاج نقدر ندخلهم الفرن سوية وشغالين من فوق ومن تحت، بس الخضروات بواحد لازم. عاشت ايد الشيف يعني سولين. انت قلتي لنا التفاصيل هيك كل شيء بسيط وسهل، يعني ممكن تعلمتي كل تعلمتي جزار الوصفه؟ اي أيوة والله. يلا ان شاء الله باشا ممكن انه نقدر نطبقها بالبيت، حتى بما انه احنا هسه مدارس نقدر نسويها بالبيت. صحيح. للاطفال فعلا. حتى يودوا للمدارس وياهم. عاشت ايد الشيف، شكرا لك. صحيح نورتينا. للاطفال تبقى بالفريزر، تبقى بالثلاجه كم يوم، ما بها اي مشكله نهائيا. نعم شكرا لك. شكرا لك.